مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كابادوكيا أو كما تسمى بمدينة المناطيد تعتبر من أهم الوجهات السياحية في دولة تركيا، وقد اختار ريفكا أن يزور هذه المدينة الجميلة ويعيش هذه التجربة مع متابعيه. واو عليكم franchement une expérience. اي شوفوا لا فيو، شوفوا لا فيو ما شاء الله. والواو دوك هادو ما راح يطلعوا في السماء، وكاين كاش 100 وحده هادو كاع. حنا هادو ما تاعنا. ها روح عبدو. قوتي look at the view، والله ما شاء الله في سمعوا كاع الناس يقولوا اوه نايس فيو بيوتيفول ليت تيك ا بيكتشر. انا واش يقول لي وري واش ني تدخل. عليكم كونجراتوليشن. ايوا لا خوب عليا يا ربي. دوك خاص لينا ها درنا ساعه حنا سمو، دوك كاينين ليكيب سبيسيال اللي هما راح يهبطوا البالون هذايا هادو كاع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.